وعودة إلى الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري لسؤالها عن الفعاليات مهرجان العالمين الجديدة اليوم. نعم، تحياتي لك في البدايه ولجميع المشاهدين. بالفعل ما زالت يعني تغطيتنا مستمره لجميع الفعاليات التي تقام على هامش مهرجان العالمين، سواء كانت يعني فعاليات رياضيه او حفلات فنيه. اليوم لدينا موعد كبير مع المطربه انغام، هذا الحفل الذي يعني يلقى العديد من الترحيب، وهناك زحام كبير من قبل الزائرين والمصطفين داخل مدينه العالمين الجديده الذين اتوا منذ يومين استعدادا لحضور هذه الحفلات. ايضا تم الاستعداد بشكل كبير والانتهاء من الاستعداد للمسرح وتركيب شاشات العرض في شوارع مدينه العالمين الجديده لنقل هذه الحفلات يعني للمصطفين او للزائرين خارج الحفله. ايضا بالفعل امس كان هناك العديد ايضا من الحفلات الفنيه، كان هناك حفله للمطرب حكيم والتي اشعلت مدينه العالمين الجديده، وكان هناك تكدس كبير وزحام لحضور الحفل. ايضا كان هناك حفله للمطرب محمد محسن ايضا على احدى الشواطئ المطله على البحر مباشره من داخل مدينه العالمين الجديده. اليوم ايضا يعني بالاضافه الى حفل المطربه انغام لدينا يعني فقره فنيه يعني كوميديه لستاند اب كوميدي لعلي انديل، ايضا تم الاستعداد لها في الساعة 11 مساء لتكون هناك يعني وجبة كبيرة من الحفلات الفنية مقامة على هامش مهرجان العالمين في آخر أيام الأسبوع. دايما بنقول إن الأيام الأسبوع الخميس والجمعة والسبت دائما هي الأيام التي تشهد يعني زحاما كبيرا وإقبالا كبيرا من الجمهور. دعني أسألك عن أيضا الفعاليات الرياضية، يعني هناك فعاليات رياضية وخاصة أن في بطولة عربية للجودو. أكيد بالفعل يعني البطولة العربية للجودو المقامة في مدينة العالمين الجديدة اختتمت يعني فعالياتها اليوم وسط ترحيب كبير وإشادة كبيرة من قبل الحضور، سواء كانوا من إدارة التحكيم أو من المشاركين من الدول العربية. نتحدث عن 18 دولة عربية بأكثر من 400 لاعب ولاعبة، بالفعل أشادوا بالتنظيم ومستوى التنظيم ومستوى الاستقبال والمنافسات، وأكدوا بالفعل أن مدينة العالمين الجديدة هي من المدن التي تستقبل يعني العديد من الفعاليات الدولية والفعاليات الرياضية، ولديها القدرة على استضافة أكثر من أنواع الرياضات داخل مدينة العالمين الجديدة. وبالفعل أيضا يعني أكدوا أن سوف تكون هناك دراسة لإقامة هذه الإقامة بطولة الجودو مرة أخرى في نسخة جديدة، وستكون أيضا داخل مدينة العالمين الجديدة نظرا ل يعني جودة التنظيم والإشادة بمستوى الاستقبال ومستوى التجهيزات التي خرجت عليها البطولة. يمكن أيضا النادي الأندية المصرية داخل البطولة العربية أحرزت تقدما كبيرا وسيطرت على المراكز الأولى في المنافسات العربية للبطولة، وكانت هناك إشادة كبيرة طبعا بدور الشركة المتحدة لاستضافة هذه البطولة والتي تقام على هامش مهرجان العالمين. يمكن هذا في ما لدينا سواء كانت من الفعاليات الرياضية داخل مدينة العالمين الجديدة أو أيضا الفعاليات الفنية والحفلات التي طبعا ما زلنا نتابعها من خلال شاشة القناة الأولى. أعود أكيد لكم وهنتابع معك محمد الخطيب خلال اليوم وخلال نشراتنا على مدار اليوم وكمان لصوت مصر المطربة أنغام اليوم. بشكرك شكرا جزيلا محمد الخطيب من مدينة العالمين الجديدة، شكرا لك.